قصة زياد الجنابي وانشقاق زياد الجنابي في لحظة غير متوقعة. زياد طلع من وحدة أحد دفعة، وما حقيقة التهديدات القوية التي يقول بها زياد؟ يقول إذا حجيت أدمر الملعب. ما مو يمنا تهديدات، مو يمنا الحجي قديم من كان بتقدم حجا. شو عندنا احنا؟ هو يحكي على تقدم. لا 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 يحكي على يمنا. لا الموضوع مو على تقدم، ما أدري اسألوه. الموضوع مو يمنا، الموضوع إذا عنده شيء على تقدم خلي يحكي. هو وليدكم؟ لا هسه وليدنا ولا زال. احنا نعتقد يعني كل الإخوان اللي طلعوا نعتقد أنه طلعتهم صارت بغفلة، يعني خلينا نقول مو كلهم، مفاجأة غالبيتهم. أولا مفاجأة بالنسبة لنا، لأن قسم من عندهم ما كنا نعتقد أن يطلعون. بالمناسبة يعني أستاذ زياد هو مسؤول تنظيمات تقدم في بغداد، هاي الجانب الأول. سيد الحلبوسي انطار رئيس لجنة النزاهة، وإحنا كنا يعني نعتبر نفسنا احنا قيادات، بس اكو قسم حتى ولاداتك نوبات، واحد مقرب وواحد هو ابنك، بس يعني اكو واحد يفضل عن ثاني. زياد كان اكثر المقربين للسيد الحلبوسي حقيقة، واكو قسم من الشباب اللي وياهم، ما اريد يعني اخوتي وما اريد اقصي عليهم، يعني كانوا مستفيدين من السيد الحلبوسي اكثر مني ومن غيري. مستفيدين فلوس؟ ما كل شيء، مو بس فلوس، مشاريع عقود، ولا مشاريع ولا عقود، هاي مو عندنا. اكو دعم. شنو دعم؟ دعم يعني كانوا مدعومين في مناطق، مستفيدين، صاروا نواب بجان الحلبوزي حقيقة. يعني تدري أنا أحكي عن نفسي، أنا أكو عهود عندي، يعني أنا صاحب عهد من أروح ويا شخص معروفة. يعني أنا كنت ويا دكتور أهد علاء، وأنت تدري وكملت الدورة مالتي ورحت استأذنت منه، يلا رحت رشحت بكتلة أخرى شيخنا، وبقى صديقي لحد الآن. تمام. إذا أريد نخلي عنوان إذا توافق عليه أو لا، زياد الجنابي قاد انقلابا خطيرا ضد تقدم. ما مو يعني هي الانقلاب معناها يلغي التقدم. هسه الانقلابات إذا نحكي عن انقلاب، يعني واحد من يسوي انقلاب لازم ينجح الانقلاب. التقدم صار عليه أكثر من انقلاب وما لغت ولا تأثرت. زين. ويبقى الحلبوسي ويبقون التقدمين يبقون يعني صخرة كبيرة. هل هنالك من ساعده أو أوحى أو شجع أو دفع السيد زياد الجنابي في هذا المرحلة الحرجة للحلبوسي وتقدم أن انسحبوا وتعالوا فنحن أنت لكم حافظون؟ أستاذ نجم أنت رجل ذكي، إذا قلت لك إيه راح تقول لي من هو؟ مو؟ لا تسمع لا تقول لي، وإذا قلت لك لا مو أي راح تقول لي شلون يصير يطلعون بلاش. لا لا يطلعون بلاش. هذا اللقاء بعد 20 سنة يطلع وبعد 25 يطلع. أوكي. هذه حقائق للتاريخ. ماشي أوكي. قبل التاريخ كل حزب يكتب بيده. الآن الواتساب واليوتيوب يكتب التواريخ، مرة يترحم علينا ومرة يلعننا بأننا لم نكن صادقين مع أنفسنا. لذلك أعود إلى سؤالي. بالسياسة أنا ما أعرف أكذب، بس أعطيك إشارات. والمشاهد الكريم أيضا ذكي الذي يفهم بالإشارة. نعم. الناس تفهم. أكو مثل عندنا بالعرب يقول لك ماكو نار بلا دخان، أو ماكو دخان بلا نار، مو هيك المثل؟ مو؟ أي. فالدخنة أكيد وراها كانت نار وكانت مدري شنو، مو خالية. أي. بس من هو؟ لا تقول لي من هو. احنا بالنسبة لنا سمعنا ونعتقد أنه أكو جهات حاولت شيء ما أن تقرب بعض، مو بس على شيخ زياد أو الآخرين، يعني أكو ناس تحركوا على قسم ويانا نواب لحد الآن يتحركون عليهم تعالوا والآخرين تعالوا. وأني يعني في اليوم حكيتها بمكان ما راح أقول لك منو، بس قيادات إحنا قرائبنا وأصدقائنا ويانا بالسياسة.